تكوين 4. وعرف آدم حواء مراته فحبلت ولدت قايين وقالت اقتنيت راجل من عند الرب. بعدين رجعت فولدت أخوها هابيل، وكان هابيل راعي للغنم وكان قايين عامل في الأرض. وحصل بعد أيام إن قايين قدم من ثمر الأرض قربان للرب، وقدم هابيل كمان من بكور الغنم بتاعه ومن السمان بتوعه. فبص الرب لهابيل وللقربان بتاعه، ولكن لقايين وللقربان بتاعه ما بصش. فاتغاظ قايين جدا ونزل وشه. فقال الرب لقايين، ليه اتغاظت وليه وشك نزل؟ لو عملت كويس مش تترفع، ولو ما عملتش كويس فعند الباب في خطية قاعدة ليك شوقها وانت تتسيد عليها. وكلم قايين هابيل اخوه، وحصل لما كانوا في الغيط ان قايين قام على هابيل اخوه وقتله. فقال الرب لقايين، فين هابيل اخوك؟ فقال معرفش، هو انا حارس لاخويا؟ فقال عملت ايه؟ صوت دم اخوك بيصرخ لي من الارض، ودلوقتي ملعون انت من الارض اللي فتحت بقها عشان تقبل دم اخوك من ايدك. لما تشتغل في الارض ما ترجعش تديك قوتها، تايه وهربان تبقى في الارض. فقال قايين للرب، ذنبي اعظم من انه يحتمل، انت طردتني النهاردة من وش الارض ومن وشك اختفي وابقى تايه وهربان في الارض، فيبقى كل اللي يلاقيني يقتلني. فقال له الرب، عشان كده كل اللي يقتل قايين 7 أضعاف ينتقم منه. وخلى الرب القايين علامة عشان ما يقتلهوش كل اللي يلاقيه. فخرج قايين من عند الرب وسكن في أرض نود شرق عدن. وعرف قايين مراته فحبلت وخلفت حنوك، وكان بيبني مدينة فسمى اسم المدينة زي اسم ابنه حنوك. وتولد لحنوك عيراد، وعيراد خلف محويائيل، ومحويائيل خلف متوشائيل، ومتوشائيل خلف لامك، وخد لامك لنفسه 6 اسم، واحدة عادة واسم التانية صلة. فخلفت عادة يابيل اللي كان أب للي بيسكنوا في الخيام واللي بيرعوا المواشي، واسم أخوه يوبيل اللي كان أب لكل اللي يضرب بالعود والمزمار. وصلة كمان خلفت توبال قايين اللي بيضرب كل آلة نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك للستتين بتوعه عادة وصلة، اسمعوا كلامي يا ستات لامك وخدوا بالكم اللي بقوله، لأني قتلت راجل لجل ما تجرح وصبي لجل ما تشدخ، لأنه يحصل انتقام لقايين 7 أضعاف، وأما عشان لامك ف77. وعرف آدم مراته كمان فخلفت ابن وسمت اسمه شيث، وقالت لأن الله حط لي خلفة تانية تعويض عن هابيل لأن قايين كان قتله. والشيث كمان اتولد ابن فسمى اسمه أنوش. وقتها ابتدى يتنادى باسم الرب.